يا صبايا هلكت وانا عم دور في اكثر من نوع حليب، لقيت هدول احسن اثنين، قلت لحالي بجرب لها بركي حبيت هاد او هاد، وجبت لها سيرلاك بس ما بعرف اذا بيزبط لعمرها. على العموم بنجرب، لا منا خسرانين شيء. ليكو انا كثير بحب السيرلاك، من هلا عم اقول لكم وجبه لها وجبه لي. وهذا البسكوت؟ هذا البسكوت إلنا. ممتاز. طيب جبتي بيبرونات نو؟ طبعا جبت، ديري بالك نسمة. وهدول شو؟ هدول مشان اول شغله نبهني عليهم لازم نعقم وننظف كثير كثير منيح، لانه البنت ممكن تلقط اي جرثومه، فهدول بنلبسهم بس وقت ما بدنا نطعميها او بدنا نعمل لها اكل. ماشي، هلا اول شيء ما نعمله لازم نعقم هالبيبرونات. هاتي يلا. والبنادول بلشنا نعمل سيره لك هلا لانه انا كثير جوعانه. حبيبتي هاي للبيبي، فهميها سميحه ولا يكبري. قلتولها شو يلي نزلك عالشام بدون ما تخبرني؟ حالي طارقه لك اختي. خير شو في؟ امي فيها شيء؟ ابوي تعبان شيء؟ طمني كلهم مناح، بس والله مالي عرفان كيف بدي خبري. احكي لك اخوي خوفتني. ابوي بده يبيع ارض الجبه. واي ليش ما دفع دينات ابو احمد؟ بلا بس بده يدفع تكاليف عمليه عمتي بديعه. ليش بها عمتي بديعه؟ دخلت المشفى من كام يوم وبدها تعمل عمليه بواسي. وقديش بتكلف العمليه؟ 50,000 بس. اوف 50,000؟ ما بتعرفي عمتك ما بتروح الا على مشفى 5 نجوم. لو عاملتها بالفور سيزن كان ارخص، بس يلا نوت بروبلم، انا رح اعطيك 50,000، بس انت اوعى تخلي ابوك يبيع ارض الجبل، كل شيء الا الارض. وانا والله هذا اللي كنت عم اقوله. انت عيني. شلون انك شبال؟ بس شو صار معكم؟ كثير منيح، انا يا وقت مين تحت مين تنزل؟ شو؟ كم معلقة؟ لكي للمية وعشرين 4 معالق. لا 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 شو يعني؟ يعني هيك. لا طبعا شو بعرفني انا؟ ايه لا لازم ليكي اعطيها هيك ودشيها لانه بجوز طالع كل شيء اكلته هلا. هاتي امسكي. ما شاء الله شو هي مو طعمينها. انا عندي وهي اربعه. شو؟ اتركوا من ايدكم ثواني سيرلاك. طب هاي 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 طب سمحي حالي بدي تاكل عم طعميه. نم 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 نم